اسمي تيسير شتيبي، كنت قبل ما نعمل شكارتي كنت نخدم في الدومين تاع السينما، خدمت برشا افلام، ومن بعد قررت اني نبدل من الميدان تاعي ونخدم في حاجه انا نحبها. شكارتي كانت من الاول هوايه، ومن بعد بالوقت معناتها ولات حاجه اساسيه في حياتي. معناتها كي تمشي للخضار ولا للبياع تقول له مثلا اعطيني خبزه ولا اعطيني كيلو طماطم، يقول لك تحب شكاره، تقول له عايشك عندي شكارتي، اللي هي جات التسميه من هكاك. هو بالاساس ابسايكلينج، فنعمل اكياس يعني تشري فيها الخبز، اكياس تشري فيها الخضره، تهز فيها الدبوسه، تهز فيها قليتك، احجام معناتها متعدده، وتساهم معناتها تعاونك في الاستعمال اليومي، فهمت؟ وتحث المواطن باش ما يستعملش الاكياس البلاستيكيه، خاصه اكياس الخبز اللي ديما نستعملوها في الكوشه، والا اكياس الخضره زاده في السوق، يعني ديما نستسهلوا استعمال الاكياس البلاستيكيه. فكانت هذه هي الفكره الاوليه معناتها نتاع شكارتي، معناتها اكياس من القماش، هما موجودين من الاول من الفريب، والا من الفاضل نتاع من اللي يقعد من القماشات عند البياع، وهكاك ما نستعملش قماشات جديده. من الاول انا خفت، قلت يمشيش ما يعجبهمش ولا ما عرفتش. هو المشروع عنده عام ونص، معناتها عندي شويه اقدميه صغيره، فقلت خليني نشوف. من الاول بديت باصحابي وعائلتي اللي هم بصراحه شجعوني على الاخر. بديت من بعد بشوي بشويه معناتها في الايفنت نتاع راس العام، والا في عيد الحب، والا في عيد نقول نحن مثلا في رمضان وكل، بديت نعمل في الايفنت نشارك، يعني بصراحة لقيت إقبال كبير من عند العباد. احنا عندنا ياسر في تونس استهتار بالاكياس البلاستيكيه، عندنا ياسر تساهلات، اي حاجه اجبد ساك بلاستيك، معناتها خساره. بلادنا مزيانه اما قاعده تتمسخ، والتلوث قاعدين يولينا راهو فيه العوام الاخرى، راهو فيه في عينينا، معناتها راهو فيه قدام ديارنا، راهو فيه في المناطق اللي نمشيو فيها، راهو فيه كي نمشيو للبحر في الصيف. توعي صحيح، انا في اغلب الاحيان كي نعمل معناتها نغتنم الفرصه نتاع كي نكسبوزي في ايفنت اني نحكي يا ناس نقصوا من البلاستيك، ما فيها باس كان تهز شكاره قماش نتاعك تحطها في الكهرباء والا في ساكك، ومن بعد كي تقضي تلقاها. حتى معناتها الحيوانات قاعدين يعانيوا، ومن بعد حناكلوهم، خاطر نحن زاد قاعدين نضروا دايغ الامراض، الكورونا، الكونسير، برشا حاجات معناتها قاعده تطلع واحنا ماناش فايقين بيهم، اما جراءة هي التلوث.